تنتقل الشعوب من الحرب إلى الحوار، بينما يرتحل اليمنيون من الحوار إلى الحرب، مع فارق وحيد هو أن المتدخلين يتحولون من أشقاء إلى أشقياء ومن منقذين إلى مستعمرين، فينحرف المسار من تنسيق وتعاون إلى تمزيق وتناقض. المعركة في اليمن هي بحاجة أن الرئيس والحكومة وكافة المسؤولين أن يعودوا إلى المحافظات المحررة. بدأت الحرب وتدخلت الإمارات السعودية، خلقت المجلس الانتقالي خلقاً، لأنه السعودية والإمارات تتوقع من ذات يوم أن يتم الاستغناء عنها، وبالتالي كي عندما تخرج كيف تستطيع أن تتحكم باليمن؟ اليوم الإمارات تتمسك بسقطرة، وربما هي مسألة حياة أو موت، ربما طريقة إدارة الصراع وصلت بالإمارات أنه لابد أن تنكسر أو ينكسر الطرف الآخر. صلع صراعات ونزاعات جديدة في مناطق أساساً لا تشهد ولم تشهد يوماً أي نزاع عسكري مسلح مثل سقطرة أو المهرة. السعودية لا تريد اليمن أن يستقر، لا في الشمال ولا في الجنوب، ولا تريد للانتقال أن ينتصر، ولا تريد لعبد ربه أيضاً أن ينتصر، تريد أن يكون الكل في مواجهة الكل. بعد سنوات من الحرب تبين أن الحزم والأمل عمليتان تحملان التفاصيل ذاتها وتشنان الغارات على الأهداف ذاتها، على نحو يثبت أن إعادة الأمل هي امتداد لعاصفة الحزم وفصل آخر من فصول الحرب، وما أعلن عنه لم يكن سوى التفاف وتلاعب بالألفاظ والمسميات.